ما تنساوش هذا ماشي كلام اذا كان بسطوه فحال شكل وكنتكلموا كان لا مع الاسف هذا ايقاظ للقلوب والهمم على ان هذه الحياه التي هي افسدت علينا ديننا هذه الحياه افسدت علينا ديننا واخلاقنا وكاننا دائمون فيها رحنا غادي نخليوها اللهم اجعلنا من اهل رحمتك نحن واباؤنا وابناؤنا وبناتنا وزوجاتنا وكل المسلمين اش من فضل عندنا احنا شي واحد يتعذب ما عندنا فضل وثانيا هذا الدين دين الرحمه وحنا عباد الله المؤمنون خصنا نكونوا رحماء الحياه كلها لا تضبط الا بالعلم الشرعي مسالك الحياه كثيره وفتن الناس كثيره لا تضبط مسالك الحياه الا بالعلم الشرعي معناه حلال حرام يجوز لا يجوز ديالك ماشي ديالك وهكذا بهذا الشكل لا يمكن ان تحصل على هذا الا بالعلم الشرعي العلم الشرعي خاصك تطير شويه ديال الناس لله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله من سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بالله سعيرا الآيات وكفى بجهنم سعيرا تأتي التتمة إن شاء الله لازلنا في السياق ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتوا الناس نقيرا أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا الآيات لازلنا مع هذا السياق السياق كما جاء في آيات إلى أن وصلنا إلى حسد النبي صلى الله عليه وسلم أو حسد العرب والصحيح حسد النبي صلى الله عليه وسلم من طرف اليهود أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهذه أم تقدمت أم لهم نصيب في الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ما يقال في هذه قد قيل في التي سبقت وأم هنا بمعنى بل لكن لا بد أن يأتي على الصحيح لا بد أن يأتي بعدها همزة الاستفهام وتسمى أيضا ألف الاستفهام والاستفهام هنا إنكاري للإنكار أم يحسدون أي بل أيحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ولا يؤمنون به أي هؤلاء اليهود لأنه السياق كله فيهم أيحسدون الناس والمراد بالناس
النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يحسدونه ويحسدونهم على ما تفضل الله به عليهم. أما الرسول فقد تفضل الله عليه بالنبوة وبالرسالة الخاتمة، أما الصحابة فقد تفضل الله عليهم بأن شرح صدورهم للحق فآمنوا بالرسول وبرسالته. فهؤلاء حسدوا الرسول وحسدوا الصحابة، لما؟ لأنه كانوا ينتظرون أن يكون الرسول حسب مسيرة النبوة، مسيرة الأنبياء عبر التاريخ، أن يكون منهم، وإذا كان منهم فسيكون كل الأنبياء وإن كانوا من ذرية أو نسل وعقب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فكلهم سيكونون من بني إسرائيل، لأن إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فالأنبياء كلهم جاءوا من هذا الطريق، إلا هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله فهو من نسل إسماعيل، وإسماعيل وإسحاق ابنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانوا ينتظرون أن يكون النبي منهم، لا سيما والبشرى تقدمت به في التوراة وفي الإنجيل، اسمه محمد واسمه أحمد أيضا. وحيث إنه بعث من العرب لم يهضموا ذلك، مع العلم قبل بعثته كانوا يقولون سيبعث نبيون سنكون أول من نؤمن به ونقاتلكم معه، فلما بعث شرقوا ببعثته، صلى الله العفو والعافية. أم يحسدون الناس؟ الحسد، والحسد هو تمني إزالة يعني زوال النعمة من فرد، إما إزالة مطلقة تزله وخلاص ما تبقى شيء عنده، وإما إزالتها ونسبتها إلى الحاسد الذي يحسد. ولهذا الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ولهذا يقال الحسد الحسود لا يسود. أول معصية عصي الله به في السماء، عصي الله بها في السماء هي الحسد. من أين؟ من إبليس لآدم، حسد إبليس آدم، ولهذا كانت وسوسته سببا في إخراجه من الجنة، قدر الله أن يكون ذلك لحكمة يعلمها، لا سيما وأن الأرض لا يملأها إلا ابن آدم، إلا بنو آدم، فكان أول من يكون في الأرض آدم، تكون الأمور كلها حسب أقدار الله تعالى، لو شاء الله أن لا ينزل أن لا ينزل، فمن يملأ الأرض؟ العلم عند الله تعالى، لكن شاء الله قدرا وحكما أن تكون ذرية آدم من آدم إلى الآن إلى يوم القيامة هم الذين يملؤون الأرض ويعمرونها، ولن يصلح لها إلا بنو آدم. الأرض ليست للملائكة، الجن كما تعلمون مخلوقات خفية، وإن شاء الله أن يظهرهم في شكل آخر، أشكال متعددة متنوعة، لكن لا يصلحون لعمارة الأرض. الحيوانات لا تعمر الأرض وإن وجدت، لكن وجبت تكريما للإنسان لنفع الإنسان، فهذا الإنسان هو الذي شاءه الله أن يكون
في الأرض وأن يعمرها كما هو الحال. إذن هذا الحاسد. وأول معصية عصي به بها الله تعالى في الأرض هي قتل قابيل أخاه هابيل، معصية القتل، وسببها الحسد أيضا. إذن معصيتان، إحداهما في السماء وثانيتهما في الأرض، سببهما معا الحسد، حسد إبليس لآدم، ولهذا امتنع من السجود له، والسجود لا يكون للبشر إنما من باب التكريم فقط، وإلا في السجود لله. لكن حينما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود ليس ذلك سجود عبادة، لأن العبادة لا يستحقها إلا المعبود بحق، والمعبود بحق هو رب العالمين، هو الله عز وجل. فامتنع وتفلسف، مرضاش بآدم، انت ما غاد المزغوب هو، انت ما غاد شيء آدم، انت ما غاد جد لله، لأن الآمر من هو؟ انتهى الأمر خلاص. فكان ذلك سبب سخطة الله عليه تلحقه إلى يوم القيامة، ولهذا يسمى إبليس أو الشيطان، بحال بحال. إذن أول معصية في السماء وأول معصية في الأرض. في السماء حسد إبليس لآدم، وفي الأرض حسد قابيل لأخيه هابيل. فكان وأول من سن القتل في الأرض هو قابيل لأخيه هابيل. إذن جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا تعادوا نعم الله. قيل له: فمن يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. على الإكماء، الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله، هؤلاء يعادون نعم الله، لأن فضل الله نعمة من الله بالنعم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كل هذا في دائرة الحسد. الله يحفظني وإياكم من الحسد. ما تحسدوش أحد، اطلب الله يعطيك مما أعطاه وما تحسدوش. عنده الوليدات طيبين، الوليدات الحمد لله نقايا أذكياء، تيقراو مزيان مأدبين، اطلب الله يعطيك في حالهم ويبقوا هما ويزيدهم الله كذلك خيرا على خير. عنده عمل طيب مستقيم الحمد لله بخير عايش مزيان، طلب الله تكون بحاله ولا احسن منه. علاش؟ خير الله كثير، ما تحسدش، يطلب طلب الله عز وجل. هذا هو الايمان. وفي الحقيقه ما احوجنا الى التوجيهات الشرعيه، لا سيما والناس اللي غايب عليهم الشرع عايشين فوضى. سامحوني، الشرع إذا غاب عن الناس صغار وكبار عاشوا فوضى، خصهم الأزمة، الدبة اللي كتقول أو قل حصان أو قل مثلا بغل أو كذا، حريج واعر صعب، خصك تكون تجمعوا لعندك وتحضي معه. وهكذا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، من النبوة أو من الإيمان أو من الاستقامة أو من أمور أخرى وما أكثرها. ما تكلمناش على أمور الدنيا، لأن المقام مقام النبوة هنا. تطرح سؤال
هذا اليهود في عهد النبي هل عرفوا أن أحدا منهم حسد إبراهيم على ما أعطاه الله وحسد إسحاق على ما أعطاه الله وحسد يعقوب على ما أعطاه الله وحسد الأنبياء الذين آتوا من ذريتهم حتى من بني إسرائيل؟ فلما هؤلاء يحسدون محمد بن عبد الله على ما آتاه الله؟ ومعناه ما آتاه الله ليس جديدا، فقد آتى الله الأنبياء السابقين قبله ما آتاهم. إذا قرأتم سيرة نبي الله سليمان شوف الملك العظيم كي داير، اش أعطاه الله أكثر من أبيه داود، ولهذا قالوا إنه ملك وليس رسولا. لا، أعطاه الله الرسالة، أعطاه الله الملك، وسخر الله له الجن والإنس، وسخر الله له الرياح تجري رخاء حيث أصاب. هذا مش الملك عظيم؟ فلما تحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم فقط؟ إننا قلنا السبب، لأنه عربي، هكا، لأنه عربي. لكن الله يعلم حيث يجعل رسالاته، الناس أو الأنبياء لا يختارون أنفسهم، فالأنبياء من اختيار الله، من اصطفاء الله، الله يصطفي من يصلح لرسالته، الله يصطفي رسله من البشر. إذن أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتنا ملكا عظيما، ما لكم أنتم واقفين عند هذا الحد؟ ارجعوا للتاريخ شوفوا الماضي. فقد آتينا آل إبراهيم، آل إبراهيم آله أبناؤه من نسله اللي جاء منهم من إسحاق ثم يعقوب عليه السلام ثم من جاء من بني إسرائيل بعدهم. فقد آتينا آل إبراهيم، آل إبراهيم، ومع هذا ما كل الناس في عهد إبراهيم آمنوا به، وأنتم تعلمون أن أباه لم يؤمن به. وإذ قال لأبيه أزر أتتخذ أصنامنا آلهة؟ وكما هي قصة أيضا زوجة لوط لم تؤمن به، ولوط هو ابن أخي إبراهيم. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، الكتاب جنس الكتاب، صحف إبراهيم وصحف موسى، كتب هي جاءت، وما بعدها أي بهذه الكتب كلها، والحكمة، هذه الحكمة، الأنبياء كلهم أوتوا الحكمة. إذا لم تكن الحكمة عند الأنبياء عند من تكن؟ والحكمة وضع الشيء حيث ينبغي أن يكون، وضع الشيء في موضعه، يعني لما تشوف الشيء الموضوع في مكانه تقول لا يصلح إلا لهذا المكان، أو هذا الشيء لا يصلح إلا في هذا المكان. ومن الحكمة الإحكام والإتقان، ومن الحكمة الحكم، والحكم حكمان، حكم قدري أي كوني قدري، وحكم شرعي ديني. حكم كوني قدري وحكم
شرعي ديني. ولهذا جاء في القرآن الكريم آيات فيها الحكم بنوعيه وجمع معا في بعض الآيات. أي الحكم القدري والحكم الشرعي. والحكم القدري هذا لا يتعطل، هذا ما يتوخرش، ما يتعطلش، ما يتحبش، ولا يعاند فيه إلا جاهل. والحكم الشرعي قد لا يكون، قد لا يكون في مسألة معينة أو في جانب معين أو في وقت معين. شيء القدر، القدر لا بد يكون. قدر الله الخير والشر، لا يتخلف الشر ولا يتخلف الخير، هذا تقدير كوني قدري. يعني مثلا من هذا تكوين القدري إبليس، واش إبليس يصلح؟ لا يصلح له شيء، إبليس شيطان. كاين ولا ما كاينش؟ كاين، خلاص لا يتخلف، شاء الله قدرا وهكذا. شوف السموم، شوف الأنواع ديال الحيوانات المفترسة، الأنواع إلى آخره، قدرها الله أن تكون قدرا موجودة، كاين على اختلاف أنواعها وأشكالها، شاء الله أن تكون. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب، آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. الملك العظيم هو ما أعطى الله كل نبي، لكن بعضهم أكثر أوسع، كما وقع لداود ولسليمان. سليمان واشتهر بذلك، خاصة الملك العظيم بالنسبة لنبينا يقال فيما يتعلق بالرسالة وما صاحبها، وفيما يتعلق أيضا أن الله أجاز له تعدد النساء، لكن ما اجتمع عنده في وقت واحد إلا 9 نسوة، المسلمين كاملين 9 نسوة. بينما داود عليه السلام 99 امرأة، وقيل 100 امرأة. أما سليمان قيل 1000 امرأة، 700 بمهورهن و300 سارية. ولهذا قالوا إن اسم سليمان أعطاه الله القوة دي 40 نبي. لم أقف على حديث صحيح يحدد هذا بالضبط، لكن هذه الأقوال أكثر منها المفسرون والمؤرخون المهتمين بتاريخ الإسلام. المهم وصل هذا العدد أو ما وصل موجود. ومع هذا اليهود كانوا يسخرون من النبي وتيقول مشغول بالرسالة، ما مشغولش بالرسالة، مشغول بالنساء، قبحهم الله. قبحهم الله. لولا أن هذا مذكور يستحيل إنسان يذكره، يقوله قاع. والعياذ بالله. إذا كان غادي يسخروا يرجعوا، إحنا ما نقولوا حتى شي نبي من الأنبياء لا، لكن يكونوا منصفين. واش السعودية 900؟ واش 9 هي 600؟ واش 9 هي 300؟ إيوا إلا كان الإنصاف. واش 9 هي 100؟ ورجعوا الأولين. إذا كنتوا غادي تعموا هذا الكلام وتقولوه، وكيف تيقولوا تحلوا فوامكم بالباطل، قولوا شوف الأولين الشعر كان عندهم، شوفوا مثلا سليمان شعر، وشوفوا هذو أنبياء الله. ما يمكنش يتصرفوا في شي حاجة ما عندهمش الإذن من الله، باش ما الإنسان تضره في الخوار ويقول كلمة يهوي بها في النار 70 خريفا،
لا سيما حينما يتحدث عن المقدسات والأنبياء المقدسات. تكلم الإنسان بيقولوا بالوزن ميزان باش ما يزلش زلة قبيحة وكبيرة. فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه، منهم فمنهم من آمن به، قيل منهم من للتبعيض تعود على إبراهيم ومن معه، وقيل فمنهم من اليهود من آمنوا بالرسول رسولنا، ومنهم من لم يؤمن به من صد عنه. وصد البعض قال لنا في هذه الحالة وفي هذه الآية بالضبط تكون صد فعل، صد يصد صدا، تكون فعلا لازما وفعلا متعديا. وأنا لا أرى فرقا، لكن حاولوا يبينوا على أنه باش يكون لازم خصو يقول صد بنفسه باش يهربوا من المفعول، باش يكون على أساس أن هذا الفعل هذا صد لازم ما عندوش المفعول وصد غيره. ولما لا نقول صد نفسه وصد غيره؟ يقول تقول صد بمعنى صد بنفسه، يقول صد نفسه، صد نفسه. لا علاش؟ لان غادي انا في هذه الحاله هذه غيكون المفعول ما عنده لين منه. وصد نفسه كصد غيره بحال هذا مفعول هذا مفعول. ومعنى صد يصد الناس، صده كتقول صد يصد صده بحال تقول رده ادفعه، هذا معنى صد. اذا معناه يصدون الناس عن الايمان بالرسل كما يصدون انفسهم. الذين امتنعوا عن الايمان صدوا انفسهم. الجزاء وكفى بجهنم سعيرا. وهنا كفى بجهنم، قالوا بان هذا الباء وغير متفق عليها طبعا، هذا الباء حرف جر زائد. ليش؟ قال لك لنا كفى يكفي، تقول كفى الله كذا، كنقول وكفى الله المؤمنين القتال، وتقول كفاهم جهنم، واللي جهنم هي الفاعل ديال كفى، كفاهم جهنم. اذا بغينا ما نستعملوش حرف الجر، كفى به قل كفى به وكيلا، وكفى به محاميا يعني يكفيه، هذا المعنى كله صحيح. وكفى بجهنم سعيرا، سعير اسم من اسماء جهنم، لكن فيه قوه زايده في اللفظ. السعير هو شديد الاحتراق، شديد الإحراق، نار مسعرة، معناه قوية شديدة الإحراق. وهذه هذا المقطع جاء كتذييل لما سبق، وكفى بجهنم سعيرا، وفي نفس الوقت وعيد، وعيد الوعيد يكون بالشيء اللي هو كان نقول احنا قبيح. الوعيد هو العذاب، الوعيد كيكون في حاجه اللي هي اما ما يطيقها الانسان اما ما يقبلها. والوعد لا الا احيانا قد يكون، لكن في الغالب الوعد كيكون في الخير لا في الشر، والوعيد كيكون في الشر. وكفى بجهنم سعيرا. إذن هذا السياق
انتهى هنا بجزاء هؤلاء لموقفهم من الرسالة وصاحبها صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت جملة مستقلة بداية هي إن الذين كفروا إن الذين كفروا في عموم بآياتنا قلت أو كثرت إما بالقرآن كله وإما ببعضه سوف نصليهم نارا. هذا تهديد أيضا سوف أن حرفان ينوب الثاني عن الأول سوف وسع سأكتب سأزورك وسوف أزور لكن السين تستعمل للقرب سأزورك قريب إن شاء الله وسوف شوف شهر شهرين شهر عام عامين سوف للبعد بمعنى يكون العقاب ديالهم قريب ويكون بعيد. سوف نصليهم من أصلا يصلي إصلاء ومعناه نجعلهم يصلونها ومعناه يصلونها يدخلون النار ليصلوا فيها ويصلوه ما يتشوطوا مش مجرد الإحراق. واللي كان عملوا كان قلوا شات مصلية شات مصلية معناه مشوية شات مصلية أي مشوية. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا وراها كأن هذا يشمل السياق اللي مضى كله الحوار كله كانوا من كانوا وأيضا ليس خاص بالماضي كل من يكفر بآيات الله في الماضي والحاضر والمستقبل لأن القرآن انتهى نزوله قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما توفى الله نبيه إلا بعد أن أكمل القرآن كاملا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم دينا رضينا بما رضي الله لنا. إذن سوف نصليهم كلهم هؤلاء المعاندون كذبت الأنبياء والرسل الذين كفروا بأنبياء الله ورسله في عهد كل نبي من الأنبياء وفي عهد كل رسول من الرسل لأن كل رسول إلا وعانى من قومه كل رسول عانى من قومه. إذا تصفحتم القرآن وهبتم مع الصور القرآن وقرأوا شوف قصة صالح وقصة شعيب وقصة نوح وقصة موسى وقصة إبراهيم وقصة إسماعيل وقصة أيوب وقصة يونس وانت غالي. ولهذا كثير من الصور يعني مسمية بهذه الأسماء كثير من الصور ما من نبي إلا وعانى من قومه ما من رسول إلا وعانى من قومه معنى نقول قومه اللي هو منهم اللي عاش معهم وعاش معه وعارفينه عارفين صدقه وعارفين ثباته وعارفين أصله وعارفين استقامته وعارفين أنه ما يقول إلا الحق ولا يتحرك إلا بالحق وأنه يوحى إليه وأنه نبي مرسل. ومع هذا قالوا العجب العجاب لا إله إلا الله قالوا يا نوح ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا خلاص صلى الله العفو والعافية. هذا معنى قول الحق تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتنا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. انتهى الأمر. ما زال. شوف بعدها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لما؟ ليذوقوا العذاب. سبحان الله. كلما نضجت نضجا ونضجا مصدر جلودهم بمعنى احترقت الجلود. الجلود مش الجلود المتحدث عنها في سورة فصلت فيا قومي تقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه الجلود بمعنى الجلد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها جلودا أخرى. تحركت بشأن خلاص. والله قادر على أن يترك تلك الجلود هي نفسها ويجعل فيها قوة أخرى وإحساس ليحس أصحابها بالعذاب. لأن الجلد الإحساس منه ولو لحيه الجلد ما تحش. لما كانش الجلد ما تحش كبقى على اللحم وحده. لكن الجلد إحساس. بدلهم الله جلودا غيرها. قيل إنها جلود بيض. سبحان الله. والجلود والذاتية الذات. السؤال المطروح هل العذاب للجلد أم لمن هو عليه؟ يعني اللي هو اللي عليه الجلد لا شك العذاب للنفوس للأجساد. لكن الله لا يزيل الإحساس باش يبقى العذاب والإحساس به متجدد. يتجدد الإحساس. لا إله إلا الله. داكشي اللي تابعنا واللي جاي غير الله ينجينا منه. ما تنساوش هذا مش كلام. إذا كان بالصوف حاشك وكان تكلموا كان لا ما على أسف. هذا إيقاظ للقلوب والهمم على أن هذه الحياة التي هي أفسدت علينا ديننا. هذه الحياة أفسدت علينا ديننا وأخلاقنا وكأننا دائمون فيها. رحنا غادي نخليوها. رحنا غادي نفرقوها. هذه الحياة ما دايماش. وحسن ما تدومشي لأن شقائها أكثر من نعيمها. شقاء الحياة أكثر. قديما قال الشاعر المعري تعب كلها الحياة. تعب كلها الحياة. فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. كان تعجب الناس اللي باغين الطول الأعمر ديالهم ويزدادوا في الحياة. طبعا احنا شي معاه في حياة شكل هكا. احنا نرجو الله أن يطيل أعمارنا في طاعته لأن يوفق الله إذا طال عمره وازداد في الخير وفي الاستقامة هنيئا له. لكن المشكل اللي طال عمره وازداد في الانحراف هذا هو المشكل. لكن احنا دورنا ايش هو؟ نؤمن بهذا ونطلب الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضيه عنا. هذا هو المطلوب. وكلنا ببعضنا ثم بالله عز وجل. احنا الآن نتناصح نتذاكر نتعاون ينبه بعضنا بعضا نأتمر فيما بيننا نتناهى فيما بيننا. والله عز وجل يوفق كل من يريد الخير لنفسه وللناس. ونحن نريد نحب أن نحصل على الخير ويحصل عليه غيرنا. خير ما نحصل في واحد ولا في جوج ولا كذا. لا لا لا
أنا أحب الخير وأنت تحب الخير، أنا أكره الشر وأنت تكره الشر، وأنتم جميعا تكرهون الشر، ما في شك، أقولها عن يقين. لأن لا المرأة ولا الرجل، لا الشاب ولا الشابة، ليك يقولوا لا إله الله تعرفوا معنى الإسلام، ما يمكنش يحبوا الشر حتى ولو وقعوا فيه، قد يقعون في الشر لكن لا يحبون الشر ولا يصرون عليه. لا، باش ما نكونوش كنظنوا السوء بالناس، لان احنا لا نحن لانفسنا كلنا جميعا لا نحب ان يظن بنا السوء، كلنا جميعا لا نحب ان يظن بنا السوء، ولهذا لا نظن السوء بالناس، لا نظن السوء بالناس. خيرنا من طال عمره واستقام حاله وزادت حسناته وزاد إقبالا على الله وتمسكا بدينه وحبا فيه وفي دينه وفي أنبيائه ورسوله وحبا في لقائه. نرجو الله أن نكون كذلك جميعا. إذا احنا الآن دور ديننا هو التذكير، نذكر بعضنا بعضا، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، الجنة دار رحمة الله والنار دار عذاب الله لمن يستحق ذلك، وما ربك بظلام للعبيد. لكن نحمد الله أن أطال أعمارنا حتى نسمع هذا ونكرر، لعلنا نزداد إيقاظا مما كنا عليه، وفهما أكثر من الماضي، واستمساكا بديننا أكثر من الماضي. نرجو الله أن يكون جميع أهل لا إله إلا الله كذلك. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، نصليهم الها الأولى مفعول به أول، ونارا مفعول به ثاني. ثم جاء كلما نضجت جلودهم، كلما، اسم شرط غير جازم، قلت كلما اسم شرط غير جازم منصوب على الظرفية، مبني كلما، ومع هذا يفيد كأنه فيه معنى الشرط، لأنه يوضحها بدلناهم، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا، كأنه بدلناهم جملة كأنها جاءت في جواب الشرط، رغم أنها احنا قلنا شرط غير جازم، ما جزمت جملة ولا جزمت فعلا. نضجت، احنا عندنا الشيء الناضج هو اللي كنقولوا احنا طاب، درسنا احنا وعربيتنا طابت، ونضجت هنا احترقت الجلود ديالهم، جمع الجلد، بدلناهم جلودا، جلودا اخرى غيرها. والبعض حاول يفسرها بالسرابيل، لكن بعيدة، لأن فيها إذا أخذنا بسرابيل من قطران، إذا أخذنا بهذا أخذنا تركنا ظاهر القرآن وأخذنا بشيء بعيد عن ظاهر القرآن، ولهذا غير مناسب. لكن كتبقى بدلناهم جلودا غيرها واضحة، جلودا هي جلودية الجلود نفسها، لكن جلد تحرق، نتكلموش على قدرة الله، هو قادر على أن يجعل فيه خاصية من الخاصيات اللي يبقى هذاك الجلد نفسه ويحس منه من خلاله، لكن اقتضت حكمة الله أن يكون ذلك، هو أن يبدلهم جلودا غيرها،
غير هذه الجلود، على أساس ليكون الإحساس جديدا متجددا، الإحساس بالعذاب جديد متجدد لا ينتهي، باش يكون كينطبق عليه ذوق العذاب. الله يحفظنا جميعا، اللهم احفظنا جميعا، اللهم اجعلنا من أهل رحمتك، اللهم اجعلنا من أهل رحمتك، نحن وآباؤنا وأبناؤنا وبناتنا وزوجاتنا وكل المسلمين. اش من فضل عندنا احنا شي واحد يتعذب؟ ما عندنا فضل. وثانيا هذا الدين دين الرحمة، احنا عباد الله المؤمنون خصنا نكونوا رحماء، نحب الرحمة لأنفسنا ولغيرنا، حتى العصاة نرجو الله أن يهديهم، نرجو الله أن يهديهم جميعا، وما أكثر العصاة، والله يعلمهم كلهم. بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وسبحان الله، شوف القرآن في آية كيقول ذوق إنك أنت العزيز الكريم. وش غادي يذوق؟ وش العزيز الكريم يذوق العذاب؟ ذوق إنك أنت العزيز الكريم. فكروا مزيان وديوها معكم، فكروا فيها مزيان. نرجو الله أن يغفر لنا جميعا. إن الله كان عزيزا حكيما. قال البعض بأنها عزيزا لأن حكيما نعت لها، ليست على باب كان ناقصة، ولهذا قالوا مسلوبة الزمان. ومسلوبة الزمن هنا في هذه يبقى ذلك مستمرا، ميحيش مينقص، وليس خاصا بزمن. ليش مسلوبة الزمن؟ باش ما تكونش خاصة وغادي تكون كأنها خاصة في الماضي، لأن السياق والفعل كان، ولهذا قالوا لا تحصر بزمان، لا تقيد بزمان، باش تبقى مطلقة عزيزا. العزيز القوي الذي لا يغلب، لا يغلب ولا يغالب، عزيز. ولهذا يكون العزيز العزة، العزة فعل مصدر، والعزة صفة، والعزيز اسم. العزة مصدر وهي صفة، والعزيز اسم من أسماء الله تعالى، عزيزا حكيما. يكون العز بالنسبة للقدر القدر، وبالنسبة للقهر، وبالنسبة للامتناع. العزيز بمعنى هذا الذي لا يغالب ولا يوجد مثاله، والقهار والقاهر الذي يقهر كل جبروتي، والامتناع منه الممتنع الذي لا يعتريه، لا يصيبه عيب ولا نقص ولا سوء، ما يوصله عيب ولا نقص ولا سوء. ومن هذا الذي لا يمكن أن يصله شيء من هذا إلا الواحد الأحد. علاش؟ لأنه كامل في كل شيء، وما سواه محتاج إليه،
ومغلوب منه إن الله كان عزيزا حكيما. والحكيم، لهذا نقول الحكم والحكيم والحاكم ثلاثة. والحاكم يؤخذ منه الإحكام والإتقان، ويؤخذ منه الحكيم كذلك، وكله في الحقيقة تؤخذ من الحكمة. والحاكم الذي هو القاضي الفاصل بين العباد، والذي هو المرجوع إليه في كل شيء. ثم بعد ذلك قالوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. هل متنفس يا مستقيمون دوموا على استقامتكم وافرحوا بهذا. والذين آمنوا لكن تؤمنون خلاص نرجو الله عز وجل. بعض السياق ديال الأهوال، أهوال سياق كله أهوال في من يستحقون تلك الأهوال، جاء السياق الذي يناسب أهل التقوى والصلاح وأهل الإيمان، نرجو الله أن نكون منهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما توجد آمنوا بوحدها. احنا كنعرفوا الأعمال ما نفرقش على الإيمان. إيمان لا بد من العمل، يعني ولهذا كنقول العمل داخل في الإيمان، وخاصة حينما يكون العمل يتعلق بأمور أساسية أو سميها فرائض، خلاص لا بد. كيف يمكن أن يصح الإيمان بدونها؟ بل الإيمان هو الذي يوجب القيام بها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان ما يكفي الإيمان بالله وحده، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وخيره وشره، والإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به وأوجب رسوله الإيمان به. الإيمان شامل كل ما يتعلق بالإيمان به، أي يجب الإيمان به خلاص، لا تثنيه لا تؤخره. وعامل الصالحات كل عمل يسمى في الشرع عملا صالحا، حتى من الأقوال كل عمل لا تستصغره ما دام صالحا ولا يكون قليلا، غير شرط واحد أخلص فيه لله. لأن أنت لا تقوم نفسك ولا تنقط، ما كتنقطش ما كتعطيش النقطة لراسك شحال 10 ولا 20 ولا 100، لا لا لا، أنت غير اعمل واقصد وجه الله وخلي الأمور للقادر عليها. هذا هو المطلوب منا حنا. حنا الآن إلا جينا نتحاسبوا الحساب ديالنا ديال الدنيا ورا ساعة، وكاين اللي عنده ساعة ونص وكاين اللي عنده جوج ساعات، لكن ما دام يريد بهذه الجزاء وجه الله تعالى أجرها عظيم. فين يبان جوج ساعات ديالو ولا ثلاثة ولا أربعة؟ لما؟ لأنه ما أتى بيت الله إلا لله. كاين شي واحد شك في هذه؟ جاوت لنفسي أنا، جاك نفسي أنا واحد، تو ما أنا اللي كنتكلم، أنا غادي نفتح راسي. والله لو جات لنفسي ما نجي، ما جاتش. لا تشوفوا لي شويه
تنتكلم كازا انا عارف راسي، ولكن جيت لله فرحان. علاش؟ لان كنعرف العشر ديال ربي على هذا الجهد البسيط ما عنده حد، غير خصني قلبي يكون معلق به فقط. هكذا انتم، انا كنتكلم على نفسي بحالي كنتكلم عليكم بحال بحال. انا ما بغيتش نكون وحدي، ما بغيتش نربح غير انا، لا تكونوا معايا. علاش؟ الاسلام كيقول لنا هكا، ما عندناش تطرف عليا وجهي ما بغات، لا لا لا، من اهل الايمان ذات وحده، اللي عنده فيها شك يراجع نفسه. لكن حنا كنقولوا مؤمن، المهم كنحب لنفسي ولا احب لغيري، من الايمان وقع. وهكذا حرصوا على هذا، على هذا التوجيه، راه مهم جدا. احيانا يغفل الانسان عنه، لا يقوله او لا يسمع، اذا قيل قد لا يسمع. وحنا ما بغيناش غير نسمعوا، حنا بغينا نستمع، وكلمة نستمع هي أقوى من سامع. إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا الشكل اللي تكلمنا عليه، وما جئنا إلا من ذلك، وهذه الجلسة من الأعمار الصالحة، وهذا الاستماع منكم من الأعمار الصالحة، ومجيئكم في الطريق من أجل هذا من الأعمار الصالحة، ونيتكم أنكم تحضرون مرة أخرى ومرة ومرات هنا وغير هنا أيضا من الأعمار الصالحة، دوموا على هذا الشعور واستحضار هذه النية، وخلصكم عند الله. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا. وصلنا لواحد المكان ما يمكنش يوصفه الإنسان، لأن الكلام فيه كيحتاج قال الله قال رسول الله، ما فيه كلام، حيت ماشي التعبير غير تعبر كما بغيت. الجنة حنا يكفي نقولوا فيها عبد. أولا نؤمن بها، وثانيا دار الجزاء الخير، جزاء الخير، دار الرحمة. إذا كيف نعرف؟ نعرف ونعمل لله لنكون من أهلها، صافي؟ نعمل ما استطعنا من خير، ونقول ما استطعنا من خير، وأيضا نعمل جهدنا أننا ننفر أنفسنا وغيرنا من الشر ومن الفتن كيف ما كان نوعها. ما أحوجنا إلى الاستقامة في حياتنا كلها، وتجنيب ما استطعنا تجنيبه شرور الحياة، وما أكثرها شرور الحياة. وهذا يكون بالصبر وبالتعاون وبالاستقامة على طريق المستقيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، جنات تجري من، لا أصغرها، أش فيها شيء يجري فيها، من تحتها الأنهار. وكم ذكر في القرآن من جنات وجنات، وما يجري فيها، وما هو حاصلهم، ما يقع فيها. المهم هو أن نكون من أهلها، هذا هو المهم. المهم هو أن نكون جميعا من أهلها، نؤمن بها على أنها دار الجزاء ودار النعيم الذي لا ينقطع، دار النعيم الذي لا ينقطع. إذن نكون على هذه النية إن شاء الله، وبهذا الرغبة فيما عند الله، ونعمل ما استطعنا من العمل الصالح نريد به وجه الله، من أجل أن نكون من الذين يرحمهم الله،
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك والكفر والنفاق والحقد والحسد والبغض والكراهية إلى آخر ذلك. ليلقى الله وعلى هذه النية وعاش مستقيما على دين يحب دين الله عز وجل ويستقيم عليه ويعين عليه ما يخافش. الله لا يجمع عليه بين خوفين، خوف الدنيا وخوف الآخرة. ما دام يعيش خائفا من ربه في دنياه وتوجد نفسه من أجل أن يقدم على الله وهو راض عنه فليطمئن تماما اطمئنان أنه سيكون في كرم الله. يكرم الله عز وجل بأكثر مما يستحق، بأكثر مما يستحق، لأن القلوب معلقة بالرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جاب الخلود وجاب الأبدية، إذا لا تنقطع، لا ينقطع. واللي دخلها ما بقي يخرج. أصحاب المعاصي يدخلون النار ويخرجون منها إلى الجنة. أما أصحاب الجنة اللي دخلوها خلاص غير عملوا جهدكم باش تكونوا من أهلها، إذا دخلتوا ما تخرجوش إن شاء الله بهذه النية إن شاء الله. أرأيتم كيف نشوق أنفسنا؟ لكن هذا التشويق ينبغي أن يكون مصحوبا ويرضى عليك بالأقوال الصالحة والأعمال الصالحة والاعتقاد الصحيح. علاش؟ باش نأكدوا أن رغبتنا ماشي غير مجرد متمنيات، لا لا، رغبة هي صادقة معززة بالقول الصالح والعمل الصالح والاعتقاد الصالح والأول كاع. إوا غادي غنلوح لكم هذه الكلمة هذه الأولى ونخليها حتى مرة أخرى. لهم فيها أزواج مطهرة، صافي؟ لهم فيها أزواج مطهرة، ما كاين حيض، ما كاين نفاس، ما كاين أذى، ما كاين وساخ، ما كاين خنز، ما كاين حتى شي حاجة نهائيا. أزواج مطهرة، قلها بملء فيك. لهم فيها أزواج مطهرة. إيوا، ألا وأن سلعة الله غالية. راه ماشي سهلة، ماشي درب عمر هذه ولا في طيبة. إيوا رد البال، ردوا البال شوية. كلنا متشوقين للجنة. علاش؟ لما ندخلها وكان كل شيء فيها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يقدرش واحد يقول داك الشيء اللي كاين. لكن علينا أن نعمل من أجل أن نكون من أهلها، من أهلها هكا بهذا الشكل. نتعاونوا على داك الشيء إن شاء الله. وخير ما نتعاون عليه هو هذه الجلسات، ما تقطعوهاش هنا وغير هنا. اطلبوا العلم الشرعي لأنه هو القطار اللي غادي يأديكم بفضل الله. العلم الشرعي، العلم الشرعي، إن الحياة كلها لا تضبط إلا بالعلم الشرعي. مسالك الحياة كثيرة وفتن الناس كثيرة، لا تضبط مسالك الحياة إلا بالعلم الشرعي. معناه حلال حرام، يجوز لا يجوز، ديالك مش ديالك، وهكذا. بهذا الشكل لا يمكن أن تحصل على هذا إلا بالعلم الشرعي. العلم الشرعي خصك تطير شوية ديال الناس، لا بد. ديروا المصاحف في بيوتكم، قرأوا ما تيسر من كتاب الله، ربطوا ريدتكم، حبوا لهم كتاب الله، حسنوا إليهم ودعوا يقرأوا شوية كتاب الله. إلا عندك شي وليد يقرأ مزيان ولا ابني يقول له قرأ لي يا بنتي شوية القرآن، قرا ولدي شويه هذا القران، اليوم شويه وغدا شويه. الغايه ماشي انت، انت غتجمع بين شيئين، الشيء الاول انك تسمع القران، والشيء الثاني انك تحببه لاهل البيت، لزوجتك ولابنتك ولابنك. بهذا الشكل
نكون فعلا أننا نرتبط بدين الله. أما شي بس ما كاين ويلا فرح ولدي جاب 12 أو 15 أو 18 مزيان كونه ينجح مزيان، انت واحد ما يبغي ولدي يرسل، ولكن النجاح الحقيقي انت مفرط فيه هو ما عرفه كاع، من المسؤول عنه؟ انا ما قلتش، هما اللي قالوها، قالوا ابوه، انتم المسؤول، انا واياكم. اش الدور ديالنا؟ تنبيه ماشي العنف، ماشي سبان خرج عليا ما نشوفكش، لا 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 ماشي هذا الحل، لا والتنبيه. صليت وليدي؟ صلى الله يرضى عليك. اجي يا بنيتي صليتي؟ طال المراه من راسك لراسها، ردي البال لهذيك البنيه راه شفتها بحال شويه أه؟ علاش؟ انت جلوسك في البيت قليل، هي في الغالب جالسه في البيت. في الغالب. فهي بالنسبه للبيت هي الحارس الامين فعلا. اكثر منك. انت في مشاكل الحياه وانت في العمل وهنا 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 والى اخره، ما هي في الغالب الا اذا كانت مسكينه حتى هي عامله كتعمل انت وياها سواء، هذاك الوليد بيناتكم او البنيه بيناتكم. ايها الاخوه، نقول هذا لاننا نشعر بالمسؤوليه. وما انا الدين قاعد هذا الكلام كل واحد براسو، ولكن احنا قلنا هذا الدين ماشي ديال كل واحد براسو. ها؟ لا ما كايناش. انا اخوك وانت اخي، احببت ام كرهت، احببت ام كرهت. انت اخي في لا اله الا الله وانا اخوك في لا اله الا الله. انا اريد لك الخير وانت تريد الخير. هكذا خصنا نعيش. نرجو الله ان يفتح بصائرنا جميعا وينور سرائرنا وياخذ بايدينا الى الحق ويثبتنا عليه، وان ينفعنا بهذه الجلسات وبكتابه وما تعلمنا من كتابه وبسنة نبيه في الدنيا والآخرة. نرجو الله أن تكون هذه الجلسات حجة لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا، ووفقنا لكل خير. إنك ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.